امامنا الكرة والتدخل وترتطم في اللاعب ثم ترتد ثم الدفاع يشيل ثم رونالدو، وادي امامنا هنا حكم اللقاء بيصفر على ايه في اللقطة الماضية، رونالدو بيشيل وبوسكيرا داخل جامد قوي وحكم اللقاء ادى قرار، يعني ايه القرار اللي ده حكم اللقاء هنا بيطالبه بركلة الجزاء في هذه الكرة في هذه اللقطة، رونالدو والرؤية وعدم الرؤية وحكم اللقاء بيدي ركلة الجزاء غريبة جدا غريبة جدا. كيلور داباس وركلة الجزاء هيلعبها ايدو الباكار كلاس جو اللي حكم الكلاسيكو 2012-2013 وحكم نهائي كأس ملك إسبانيا 2013 يدي ركلة الجزاء من فرط الخيال كده بعد ما أبعد رونالدو الكرة مع موسكيرا وموسكيرا سقط وحكم اللقاء كلوس جوميز يدي ركلة الجزاء وربع ساعة وقد يكون هدف التقدم، وبالفعل أول هدف لإلتشي هنا في هذه اللحظات في مرمى الحارس ناباس يسجل إيدو الباكار، سجل في مرمى رايو فايكانو، وأمامنا هنا شوف الجماهير مش عاجبها قرار حكم اللقاء من ساراكوستا حكم المباراة يدي ركلة الجزاء، توقفنا أمامها لأني يعني كنت حائر ما هو القرار، هل هي ركلة حرة غير مباشرة لصالح رونالدو على اللاعب المندفع موسكيرا ولا ركلة الجزاء من يعني وحي خيال حكم المباراة اللي أعطاها، وبالفعل سجلها إيدو الباكار عشان اللقاء يحلو ويرتفع نسقه بعد مرور ربع ساعة، يسجل فريق نادي إلشي بعدما تلقى يعني الفريق ركلة الجزاء من حكم المباراة كلاس جوميز على كريستيانو رونالدو في اللقطة التي توقفنا معها وانتظرنا ما هو في البقاء يعني أعجوبة بالعام الماضي. أمامنا هنا استلام عن طريق اللاعب راموس، الريال قادر على العودة قادر على العودة لكن يحتاج إلى التركيز عدم التسرع، كريستيانو رونالدو أمامنا هنا الضغط المس حلو قوي راموس إلى كارفاخال ضغط كبير على الحكم بعد ركلة الجزاء، وادي أمامنا خامس عملها حلوة 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 يا ولد جارس بيل ادي امامنا خامس رودريجيس يعمل شغل الحلو ويصنع، وجارس بيل امامنا هو النجم الويلزي اللي سجل في مرمى ريال سوسيداد وسجل في مرمى ديبور هدفين احد اللاعبين وسجل في بازل عملها حلوة قوي اللاعب خامس، وعلى طول جارس بيل ياتي بالتعادل رابع اهدافه في قائمه الهدافين. بص شوف خامس وبص الراسيه والحارس مانو هيريرا يعني من تيتيتون لمانو هيريرا يا قلبي لا تحزن الاثنين ضعاف قوي، لكن هو جارس بيل شوف التحرك وشوف قاطع ازاي وشوف وجه بضربه راس حلوه التحرك جميل جارس بيل، ادي امامنا جارس بيل يعني قمه النضج القدم ساب ايه اللمسه بركله الجزاء، ادي امامنا مارسيلو وشوف مارسيلو يعني في لقطه غريبه قوي مع موسكيرا زي ما فعلها موسكيرا مع رونالدو، امامنا هنا هو موسكيرا بقى يقع في نفس الفخ وفي نفس الطريقه مارسيلو يعني اللي يقع ياخد ركله جزاء في هذه المباراه ركله جزاء للنادي الملكي برضه غريبه جدا. شوف هنا اهو فران اسكريبا يقول لك يا ريتني ما كانت جت لي ركله جزاء، كريستيانو رونالدو على بعد اربع اهداف من الرقم القياسي لدي ستيفانو عنده 68 هدف اوروبي ويبتعد بثلاث اهداف عن راؤول في الشامبيونز ليج، انا بتكلم عن الشامبيونز ليج لكن الاوروبيه 77 راؤول وكريستيانو 69، وادي امامنا رونالدو يا عيني يا رونالدو احسن لاعب في العالم 2013 رونالدو ريال مدريد يزداد تألق ويزداد جمال ويزداد حلاوة ويضع الكرة من هذه الركلة ركلة الجزاء اللي امامنا هنا هي رونالدو يسجل بعد ما احتسب حكم اللقاء ركلة الجزاء لمارسيلو غريبة عجيبة، ولكن هنا هو الهدف السادس لرونالدو باقتدار بمهارة ببراعة يضعها في المرمى هنا في هذه اللحظات، ادي امامنا هنا اللمسة رونالدو مانشستر يونايتد، كان رونالدو صاحب الاداء الجمالي لكن رونالدو ريال مدريد جمالية وفعالية ومسؤولية، ورونالدو شوف حاططها يا عيني في المقص الشمال راح فين مانو هيريرا راح فين هيريرا راح على يعني طبعا على اليكانتي على فالنسيا حيث يقع نادي إلشي، ادي ركلة الجزاء على موسكيرا وكلوس جوميز حكم كرة القدم ليس كرة السلة هو حكم كرة، لاعب مميز قوي اللاعب الكولومبي شفناه في ربع نهائي وصل مع منتخب بلاده امام منتخب ايه منتخب البرازيل، وهي رونالدو هو رونالدو اللي بيسجل دائما وابدا الطريق الى مرمى إلشي.
شيء. ادي امامنا يعني بالراس، ولكن تدرس 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 الضربة الرأسية، واحدة من ركلة الجزاء واحدة من ضربة رأسية، الطريق الى مرمى إلشي اصبح الطريق ممهد بل طريق مفتوح. كريستيانو رونالدو الهدف الثاني والهدف السابع ليه في الليجا، الهدف من صناعة امامنا. بص شوف مارسيلو عملها حلوة قوي، والكرات العالية هنا فين لومبان فين بيليجرين فين البكار، لان رونالدو يحتاج الى فريق باكمله عشان يراقب هنا وسط الحصار. ومانو هيريرا يفعل يعني ما عليه، ولكن الكرة في الشباك، الكرة تعانق الشباك. الريال اللي هيسجل رقم كام؟ رقم 24 ورقم 21 في الليجا، على بعد هدف من دي ستيفانو، على بعد هدف من دي ستيفانو. سي ار 7 سي ار 7 يصنع المجد يصنع التاريخ، وامامنا هنا اهو الحلم ليس ببعيد لهذا النجم الكبير كريستيانو رونالدو. المتعه المتعه وركله الجزاء باقتدار باقتدار. هنا يسجل كريستيانو رونالدو هدفه الثامن هذا الموسم، وامامنا هنا الكره يا ولد يا ولد، الواحده واحده في المقص الشمال واحده في الزاويه اليمين، ينوع ينوع كده ويمتع. شوف جاريس بيل، وادي الانطلاقه رونالدو، وادي قله الخبره من جانب اللاعب ماريو بازاليتش، حط رجله وعرقل رونالدو. قمه العطاء يعني لهذا الحارس، كوره حلوه كريستيانو رونالدو. خلاص خلاص بقى بعد ستيفانو، خلاص بقى بعد ستيفانو. كريستيانو رونالدو النهارده سوبر هاتريك، سوبر كريستيانو، سوبر كريستيانو. سي ار 7 في كل الاحوال يسجل يسجل الهدف الخامس والرابع ليه في هذه المباراه مع اللحظات الاخيره من هذه المباراه. كريستيانو رونالدو يعيد المتعه بعد ان شعر المشاهد في بعض اللحظات بان الامور. ادي السوبر هاتريك الثالث ليه خلال مشواره، 25 مره منهم 22 مرة كانوا هاتريك، ودي المرة الثالثة كسوبر هاتريك. 25 مرة أمامنا أهو كريستيانو رونالدو يصنع ويحقق الأرقام القياسية، ويحطم الأرقام ويحطم القلوب بهذه الأهداف، ويقتصر يعني المتعة في هذا الهدف بقى الجميل الأخير.